ذكرك في حاجة زهير. سيد قيس سعيد كان يقول لنا أن السلطة اللي تقوم بتنقيح النظام الاقتراعي والنظام الانتخابي على مقاسها تغتال الديمقراطية. اغتيال هو وصفها اغتيال للديمقراطية. والتسجيل موجود يظهر لي مع نشأة عزوز على إكسبريس إف إم. هو ماذا فعل عندما وصل إلى السلطة؟ هو بعبارته اغتال الديمقراطية. وبالتالي ما تنجمش تحكي لي على انتخابات في مثل هذا المناخ في ظل قضاء مرعوب، قضاء خاضع لمن يتجرع على تبرياتهم فهو شريك لهم، في ظل قضاء لم يتم احترام قرارات المحكمة الإدارية مرة أخرى بإرجاع 49 قاضي معناها يمارسوا الوظيفة متاعهم، إبطال قرار الإعفاء، في ظل إمكانية إعفاء أي قاضي لا يعجب الأحكام متاعه ولا تعجب السلطة، في ظل هالبطاقات هذه اللي قاعدة تصدر فيها السيدة وزيرة العدل معناها أكثر من 100 بطاقة تقريبا مذكرات أنه قل القضاة معناها في إطار المعاقبة متاعهم. وتعرف اللي المجلس القضاء الحالي، المجلس القضاء المعينة ليس في حالة انعقاد، في حكم تقريبا المعدوم باعتبار أنه ما عندوش نصاب بش هو اللي قرر. تعرف المسار المهني للقضاة شكون يعمل؟ وزيرة العدل؟ لا، مش وزيرة العدل، يعمل المجلس الأعلى للقضاء. المسار المهني بش يكون القضاة مستقلين. شوف توا أنت النقل اللي قاعدة تصدر يوميا تقريب ولا الترقيات اللي قاعدة تقوم بها وزارة العدل وذي مخالف للقانون. راهو المفروض أنت ثم رئيس المجلس الأعلى للقضاء وخرج للريتريت عوضوا بسرعة، ولكن الفات اللي ما تعوضوش معناها ثمانية لوضع اليد على القضاء وعلى المس من الاستقلالية متاعه.